الله الرحمن الرحيم. صبر 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 ابوي، حط الدهن الغاوي هادم عند الوهيبي. يارك الله يا خالد الوهيبي، ما قصرت والله عمرك. بس 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 من الكويت من الكويت من الكويت. وبديت العمل الحين، وتحته ما اقدر تحت حر علي، لا كلف الله نفس الا وسعها. ايش قاعد تظني؟ ها عندي هالمكيف الاول ينفخ علي ابوه، وطالع بحر الدهن مني بعد الفريج. هذا الفريج يا ربي يا الله، هذا الفريج وايق عليه بعد. نعم، وجهز شغلي سمكي والبزار مع الحرية والكركمي. يلا عاشو، يلا ابوي، يلا 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 يلا. معاي صورني اليوم. وينك يا لوكيشن؟ لوكيشن في الدوام. روح يا صور. لا صور، بطبخ طبختي الحمد لله بالعافية علي. يقول لك السمكه يومها طري والمكبوس لين هو طب والله ما ابو هذا السمك الحين قطعة قطعتين والراس. اي عيبي. الله، ما حد عندي يصور. شو اسوي؟ وينك يا لوكيشن؟ بمدحه انا، بمدحه وباكركمه كركمه وبزاره وحبه المسمار. عليك السلام يا القلب قلب 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 قلب. وهذا شغلي جاهز. اي بحمره كله ويا بعضه، لا بقدم ولا باخره. شوفوا ها طالع واحد كله كله كله. ها قدم هذا واخر هذا كلام فاضي. نعم وباحوزه وباحمره. انزين والحين لازم حمرته البصل. شوفوا شوف شو حمر البصل. تعال بوي حط السمك. جيب السمك. هذا السمك يا هذا السمك الحين. شفتوا السمكه؟ صفر صفر السمك. هي ركو ركو ايه ركو 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 هي ركو هي ركو ركو ركو. شفتوا الحين شو بسوي به؟ بقلبه ويا البصل. يلا السمك والبصل. شو ايش قاعد واحد راح يتقلب. شو طبخت المكبوس الهامور من غير قلاي، وهناك احر له مايه. هاي الدله ماي حار. تيارني تيار ابوي، ما في تيار. يلا ابو تعشب عليه مايه. وهذا قلبت السماش الحين. خل مره هي ابو هذا المكبوس الاول مرق على الجدر مرق عليه. الله ما هي بس كلام زياده ناقص. الدل عنكم على الكهرباء. وهذا مرق 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 على الجدر. هنا مرق ثاب. لا مرق. شوفوا مر مر ما يبقى كلام. واويلا الحين بعطي شويه. عاد هني انا حر في طبختي، هل اني اخلي شويه كركم زياده وهذا، ولا ان اعطيه في ناس تسوي المكبوس. يا ربي ايش حكى انا عيب المكبوس الفاتح. اي فاتح تتصرف فيه. كركم عندي هالكركم البزار. شوفوا اي بظهره شويه ما بعطي زياده. يا ربي وين ماي وين ماي وين ماي الحار. ركب عشوي ماي حار. يعني كنتوا في شقه ولا مكان دله فواريه حين الدنيا الحمسه. والله القيض بعده الدنيا حاره. المهم ردينا شو؟ ردينا الى الشبت. اذا ما شيء خضر شيء يابس نفس الشيء. هذا يا طويل العمر غرب الله ما تنجلب كامل. هذا شفتوا الشبت اليابس. يا عمي يا سطط اطبخ. شفتوا هذا الشبت اليابس. افتح الجدر. افتح الجدر. الله. روح بعد الشبت يعطي طعم ونوخه للعيش. هذا عقيته هو العيش وخلاص بشبس عليه. يبقى لعد نار هاديه الحين وبحمر له بصل. لا مكبوسي انا غير كل واحد مكبوس واحد، لكن حد يدلعه يسوي له حشوه يحمر له بصل ويا لومي اسود
ويذرع على العيش. آه العظيم استانس يوم ألبس الكندورة مع الأول من 30 سنة، لا والله ما 30 يمكن 40 من 77 78، هي من 78 ما تكمل سنة. وأحمد كسار أخوي ينازعني لا تبس يبقى الله بيه أنت ريال عود، أنا ما عندي واحد يقول أنت ريال عود، أنا غياط عيال. يوم قلت لي العود أحمد بس شي ما قلت لي صغير، وأختي بعد هدى لا خلك أول كندورة السادة ما بلبس سادة ما بلبس هذا. وين الجدر؟ افتح الجدر. الله كولو 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 افتح 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 جدري 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 جدري. واو لا انت هذا الجدر ابو هذا العدل. والحين باخذ اطرافه هي نعم. وين الدهن العربي مال الكويت مال ما ابو طالعوا شوفوا شوفوا كل طبخه ليها طبخة، والفنان يطلع الطبخة ما يباله يقول لك والله لا 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 شب دهن والدهن الدهن ما بها الدهن يقولوا عنه يقول الدهن غير اللي سد الشرايين والله ولا عدا مدين الجرايين. الدكتور عارف شوف 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 الله يكون في عونه انزع حينا عطني الدهن هذا مع عند الوهيبي من الكويت ما بأي دهن هذا الله يا الله يا الله يا ريحته. بس غطى الجدر الحين غطى الجدر وخليه على على راحته. وينك الريال مراس الخيمه ابو من دازي؟ يوم نحب نحب ويوم نكره نكره اعوذ بالله. ان شاء الله ما نكره حد نحب كل حد. انزل والحين بريح وحم. وين البصل النعيم؟ يصير هذا البصل اشوفه هي حمره يصير تحت حمره 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 خليه يحمر زين الغالي. لازم اعود ازور الجدر يا طالع. وين وصلنا الحين حنان؟ افتح جدري بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 يا سلام سلم يا لطيف الطف بالعباد. هذا مكبوس حرية ابو ها ابا كسر السمك يا هي خير يا رب. هتشاهي خلي بعد خلي 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 يصخ خلي يصخ على راحته. هي كل واحد له رقي بطيخ تيار. يلا والحشوة وينه؟ هذا هو ها هاي الحشوة. صلاة على النبي محمد. يبقى 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 افتح الجدر. هاي الحشوه ابوه يا خلي عشان ما تبرد. افتح الجدر بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 حطها حطها على يم هي وشيلها هي ويا العيش شويه وعقب لعبتك يا حري. الله الله يا عاد اللي جايني واحد عزيز وغالي من راس الخيمه حتى ونسولف سوالف الدنيا. يقول لي بغيت تتوالف سو سوالف واللي تبغى روحك تعنى عليه طبخ لي بيديك. هذا حد النية خفيف اني انهضم لكن يلا هاي الدنيا وخلكم ولاي. هاي الغرفة الباردة المبردة يا الله يا بوكا والكنديشن يهف. يا الله يا الله هي ابو طالعوا ياهي ورطب ياهي ورطب وياهي ياهي عطورات. اسمي بترشرش يا ربي بطل هذا شو بطل طالع هذا شو لحم ذبيحة دوك. ها ودو وين سوي شوتا شوتا ود حق بتشا مالي ود حق عيالي عياني اوه واللومي بطلها بعد. والرطب انواع وشكاكل من شمل دار الشراغات ومن سار شمل قيل بطل 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 بطل. وابوي هاللي عيبني الشامي يلا عدل 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 هذا الشامي. وهم قالوا الشامي ويسمونه بالشامي والله باكل لي عن خاطري ايش حقه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاد لعبتي موتي وحياتي الشامي ويوم يجيك شامي من اهل الشامي يا ربي اسمي الله شامي اخاف يخرب علي غدائي
لك عن خاطري. احمد غفور، احمد غفور احسنت ما قصرت على الذبيحه وصلتك يا ابو اخوك. نعم شايفين بسوي مشبوس وشايفين بسوي صابونه وشايفين بسوي بريد. نعم طول الله عمرك، الله يزيدك ان شاء الله ويعطيكم نعيم الجنه انت وامك وابوك واهلك ومن يابوك واهل الشمل كلهم وياكم. انا كنت جاي من الشمل دار الشراغات والحين متغدى شعبسه مسوي حق اخوك اليوم شعبسه طماشه حريه يوم يحب يحب كم ما يكون ينزل تغدى ويانا يعني اخوي اسمي لك يا ربي بتخرب غدائي يا يوسف خرخور والله قسم بالله. يلا انزل غالي لكم الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. افتح الجدر بسم الله 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 شيل اول حريه الحشوه هاي الحشوه عطني 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 شو اسمه الحشوه هذه الحشوه بيت عطني بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 صاروطي واويلا هذا العيش اللي يطرونه وهذا يمدحونه يا حريه هامور هامور لا انقضى ولا غيره ما داني يوم انقلي. نعم الحين شو بسوي به الحين طويل العمر يطلع في وحده الحين طويل العمر شو بسوي به اخلط الحشوه هاي اخلط الحشوه طويل العمر يلا يا لطيف الطف بالعباد يا لطيف الطف 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 بالعباد يا من طبخ يا حريه. اي نعم هي حريه يوم يبا يبا يلا تصور وياه انت هي يبا للامي عاد الحين وبصل وين وين هذاك بربير يلا حاشو وبالعافيه عليكم تريوني بعد اخر الساعه المباركه قول هلا بالمزاج لك مزاج اطبخ وما لك مزاج قنش تعش وتنتعش ربيعي زين الغالين مساكم الله بالخير والنور والسعاده اذكروا الله سبحانه وتعالى صلوا على النبي. انا عيبني يوم تاكلت ياس الطاوله والكرسي والله العظيم مو مشان ما متغدي ونحن خليجيين غدانا الشعبيه اولا سال الرطيبات ايه والجرجير ويبالي بعد داغوس وصقر خطر عمي وانا بدون ريح ما يوز واللومي يا ربي بعصر لك لومي انت شو 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 يوم تلوموني في الهامور اطالع بس قطني قطن 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 صور صور هذا قطن هاي قطن ولا اسمك الحين هي لا تقلونه لا تقلونه لا تقلونه الهامور يسود قالوا كذي اسالوا خذوا الكلام عندي لان شرطي والله العظيم سهلا بالمتابعين الغالين الجدور والملاليس ما تبغى لها يلسه ودخان لا تبغى لها رياضه والبوكسن تبغى لها ناس حريفه حريفة شو عاد الحرية؟ حريفة جدور، حريفة ملاليس شو؟ لا كركمة وبزارة حبة المسمارة كركمة وبزارة حبة المسمارة تعطيك نشاط خلك من نشاط كركمة وبزارة حبة المسمارة صح ولا لا؟ صح بالطريقة هذه انك تقعد ولا تقارة ولا لا تكون رياضي تكون نشيط مشي مثلا يعني شوف ما عليك مني اسوي رياضه اسوي تمارين صحيه والحمد لله رب قدو ما في جقاره ما في شو في حريه حبه المسمارة كركم قهوه بزاره ابو محمد نعم ما شاء الله سوى رياضه وانتم تخلون حد يسوي رياضه
وراني بهالتليفون اسمع ابوي. بالنسبه للرياضه العمر رقم 50 60 70، اما الرياضه استمراريه، لابد انك انت تستمر في الرياضه وتخف من الاكل والدسومه والدهون في الليل عشان تعيش سليم. انك 24 ساعه مجاب التليفون هذا ولا رياضه ولا سير ولا لا، انت في عمر لابد انك انت تحرك كرويات دمويه عندك، محتاج الى نشاط بدني. قلنا لك العمر شو رقم، والرياضه استمراريه، استمروا في الرياضه يا جماعه. الجلطات والمشاكل اللي اليوم حاصل من تتعبون يا ياسين، تليفون تلفزيون لا لو نص ساعه لو ساعه. روح يلا يلا حبيبي، الرياضه ما تطلع شرايين ابو محمد. لا 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 بالعكس، الرياضه تخليك تعود الى حياتك اليوميه، تعود نشيط، ولا عقب هذا تاخذك سبحه وتجلس على. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل شيء لبدايه في الحياه ولنهايه، البدايه منو؟ الله سبحانه وتعالى. المهم تليفوني هذا الحين اللي انا مسك منه بس التصوير ما نقع. ليش حري خذا شو ترند رعمان ونقع واخترب وما يطرش ولا يرسل ولا ولا ولا، وزعلان علينا ودقينا عليه وشبينا المدخل قال ما شيء، وقال ابوي من دام موجود في السوق ما في حاجه حق مخلوق. وهي اليوم اخذ لي هذا وانتيرا ابو قلب يا نوح، قلب يا نوح. الله 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 الله. انزين شيء ما تبطل يا مصباح؟ قال ابوي لا فاد مالي من عقب حالي شرق وشرق عمري. قالوا شو قالوا حرية؟ قالوا انتيرة وما شيء غيره، ويخلي الناس في حيرة. كم جيجا؟ وانتيرة. كم جيجا؟ وانتيرة يعني ألف جي بي. ألف جي بي. نعم. يا رب يبطل بطل، خلاص شوف الألف جي بي هذا مالك أنت اللي تقول عنه. أقع 10 سنين. ما شاء الله. ولا 10 سنين. وص هذا هو أبوي. هذا وانتيرة. هذا وانتيرة. أجلب منك. الله 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 الله. مزعين. أبو يا أبوي شل أرقامي وصوري حط وانتيرة وخلني أفرح مثل الطيرة. نعم هذا هو عشان تصور سناب ما شيء. هذا قال من دام موجود في السوق ما في حاجة حق مخلوق، خذ وارتاح عيش يومك. صباح قلت لي هذا وانتيرا. نعم. يا ربوي شل الأرقام والسناب، أهم شيء عندي السناب والواتساب والثاني تيك توك وكله حط لي في وانتيرا وخلني افر مثل الطيره. قام من دام موجود في السوق ما في حاجه حق مخلوق. قال تلدد يا فتاه ما دمت حيه قبل تموت وتلك المنيه، وش حق ابوي كاش ددهن وخر وانتيرا وخليك مثل كما تشوف الطيره كما الطيره. وهاي وانتيرا يا ابوي عاشوا والله. ايه بعد لون غاوي يلا. وهذا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الغالين المتابعين، اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، عسى الله يعطينا خير ويكفينا إن شاء الله شره. شو رأيكم في الصورة؟ واضحة وحلوة. هذا التليفون شو يسمونه؟ آيفون 14. لا شلت وانتيرا. وانتيرا يعني انا اكلمكم منتيرا. هذا وانتيرا اذا اكلمكم في الشارجه تسمعوني في جميره. هي هاي اللعبه هي. فشو رايك بالتصوير والصوت؟ هذا جديد على وانتيرا اللي يخليك انت مثل الطير مثل الطيره. يلا المهم نهايه الحديث وياكم، اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. حياكم الله، الساعه المباركه فيكم.